لازم النجع كله يضرب نار، بس هيجلك وشويه يضربوا نار. ليه؟ لان سيف اخويا بقى ظابط صحن. يا ابني لو الدنيا كلها اتخلت عنك انا بالذات ما اتخلاش عنك. اللي بينا اكتر من الاخوه يا ادهم. والعاشقين نابوا ما تابوا دابوا. في حاجة يا نساء؟ حضرتك تقرب له ايه؟ أنا أخوه. اتفضل حضرتك، ده موبايله ومفاتيحه وكل حاجة كانت معاه لما دخل المستشفى. شكري. أيوه معايا. لا أنا أدهم مش سيف. لا مفيش حاجة. سيف بس كان في معمورية وانصاب فيه. ما تتخضيش جوك دي، والحمد لله بخير. لا مش مستاهله تاجي ولا حاجه. يا ستي اسمعي الكلام مال. طيب براحتك، احنا في مستشفى الاقصر العام. هستناكي، مع السلامه يا ميس. ادهم اخوي. سيف الحمد لله على سلامتك يا اخوي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنا قلبي كان حاسس والله العظيم وأنت رايح المأمورية دي. أبوك وين؟ أبويا كان هنا، هو وجدك وأمك كلهم جم عشان يطمنوا عليك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا أخوي. جدها وجدودة وحش. الله يسهل. يا نسر رايحين حضرتك؟ إحنا رايحين عند الرائد سيف. لا حضرتك ممنوع الزيارة انتهت. لا معلش بس بعد إذنك 5 دقايق بس هنسلم عليهم ويمشي. يا فندم مش هينفع. مش هنتأخر، احنا هنطمن عليه وخلاص، مش هنعمل لك أي حاجة. حضرتك مش هينفع، دي أمر عليا أنا والزيارة انتهت أصلا. بقول لحضرتك احنا جايين من القاهرة وعايزين نشوفه ونسلم عليه ونمشي. يا فندم كده أنت بتأذيني أنا. طب بقول لحضرتك لو سمحت. هنطمن عليه بس 5 دقايق. حضرتك ايه الدوشة اللي بره دي؟ بقول لحضرتك مش عارف سيف سيف البنات جم القاهرة وماسكين كلام بيتعاركوا مع بعض. مين اللي قال لهم بس؟ أنا اللي قلت لهم هطلع أشوف فيه، مش وقته مش وقته. يا فندم دي اوامر عندنا انا، حضرتك انا اللي هتأذي فيه. في ايه في ايه بس ايه في ايه؟ حضرتك عايزين نخش والزياره انتهت اصلا. انا يعني عارف ان الزياره ممنوعه، بس دول ضيوف عندنا من القاهره هيقعدوا 5 دقايق يشوفوا الرائد سيف ويمشوا على طول. حضرتك عارف ان الزياره ممنوعه يا سيدي؟ انا عارف والله العظيم. معلش الناس دي ضيوف عندنا ولازم ياخدوا واجبهم، وانا هاجي لك على طول 5 دقايق بس. اتفضل حضرتك. الف شكر. اتفضل. سيف كنت قطعت جديد. بص عليك بعد الشهر. طب اهو